مساء الخير. بصل ثوم وفلفل، صدور دجاج، ملح فلفل اسود وكمون وبابريكا، كريمه طبخ وبس كذا وتكون جاهزه. عندي هنا خبز برجر بقصه من فوق وبعدين بفرغه من الوسط. حاليا نحشي الخبز بكشنه الدجاج اللي سويتها اول شيء، واخر شيء كثر جبن يا مدير وبس كذا وعلى الفرن. وبس كذا وبالعافية. والطعم من جد جنان.